الجزائر أنوان نشرة الأخبار. وفي مستهلها إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالقمة السابعة لمنتدى الدولي المصدر للغاز، شركة ريدو توقع عقد رعاية مع نادي مشعل بلدية بجاية لكرة الطائرة ذكور إناث، ولولاية بتنا يضع حيز الخدمة مجموعة من التجهيزات الطبية. يوم دراسي حول الهيدروجين الأخضر، الأفاق والتحديات. مديرية الحماية المدنية بتلمسان تنظم حملة تحسيسية للوقاية من خطر تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون، وحملة تحسيسية حول محاربة ظاهرة التحايل في استخدام الأداءات وبطاقة الشفاء. أمن ولاية رمسيلة يوقف مجموعة من الأشخاص ويحجز كمية من المخدرات. ارتفاع حصيلة ضحايا العدواني الصهيوني على غزة إلى 27,585 شهيد. قافلة تحسيسية لمخاطر إدمان المخدرات في الوسط الجامعي بولاية الجلفة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بداية النشرة، فوزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب بالمركز الدولي للمؤتمرات على مراسم الإطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني الخاص بالقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، هذا بحضور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وزير الاتصال رفقة الأمين العام لمنتدى الدولي المصدر للغاز، حيث يشكل الموقع الإلكتروني أرضية هامة تتضمن معلومات قيمة حول هذا الحدث الإعلامي، كما يعتبر همزة وصل بين المنظمين والمشاركين من كافة أقطار العالم، كونه يحتوي على عدة فقرات علمية وصحفية، ويوفر فضاء معلوماتيا حول هذا الحدث الهام في مجال الغاز. نحن على بعد أسابيع قليلة تفصلنا عن الحدث البارز الذي ستحتضنه الجزائر القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المزمع انعقادها في الجزائر ابتداء من نهاية الشهر الجاري، حيث نتواجد اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بحضور السيد الأمين العام للمنتدى الدول المصدرة للغاز، كذا رفقة زملائي السيد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والسيد وزير الاتصال والسيد المستشار سيد رئيس الجمهورية المكلف بالاتصال، حيث سنشهد الإطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني المخصص لهذه القمة. يشكل هذا الموقع الإلكتروني أرضية هامة تتضمن معلومات قيمة حول هذا الحدث العالمي، كما يعتبر همزة وصل بين المنظمين والمشاركين في كافة أقطار العالم، كونه يحتوي عدة فقرات علمية وصحفية، يوفر فضاء معلوماتيا حول هذا الحدث الهام في مجال الغاز. عباس نعلي، مدير أنظمة الإعلام والتكنولوجيات لدى مؤسسة دعم تطوير الرقمنة، مؤسسة تابعة لقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. هذه المؤسسة هي التي تم تكليفها بإنشاء الموقع أو المنصة الرسمية للملتقى أو القمة، وقد تم إنشاء هذه المنصة لتحتوي على كل المعلومات الخاصة بالقمة وعلى كل نقاط الاتصال وكذا كل ما يهم الوفود المشاركة. يجدر الإشارة كذلك لأن المؤسسة تم تكليفها كذلك بإنشاء جل المنصات الرقمية للقاء فيما يتعلق بتسجيل الوفود، فيما يتعلق بتسجيل الصحافة وتسجيل كل المشاركين حتى المشاركين الوطنيين، حتى فيما يتعلق بإنشاء أشارات وكذا. يعني يجدر الإشارة إلى أنه تم تكليفنا كذلك بإنشاء منصة صفر ورق لسيستم بيبرلس الذي سوف يتم استعماله خلال أشغال القمة، وسوف يتم استعمال وثائق رقمية عوضا عن استعمال الوثائق الورقية المعتاد يعني تبادلها خلال قمم من هذه النوع. سوف يكون إن شاء الله أول قمة
من قمم جي سي اف، القمة السابعة صفر ورق على مستوى رؤساء الدول والحكومات للدول. هذا وتركز القمة على تباحث المشتركين في حوارات استراتيجية وجهود تعاونية من شأنها رسم المسار الصحيح لمستقبل طاقة مستدامة وآمن ومزدهرة. في خبر آخر، وقعت شركة ريدو اتفاقية شراكة مع نادي مشعل بلدية بجاية لكرتي الطائرة. الشركة تندرج في إطار استراتيجية الرعاية الرياضية التي كشفت عنها المؤسسة مؤخرا حول مرافقة العديد من الشركاء الرياضيين، من بينهم نادي مشعل بلدية بجاية لكرتي الطائرة إناث ذكورة. في إطار حرص السلطات المحلية على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، أشرف والي ولاية بتنا السيد محمد بن مالك على وضع حيز الخدمة لمجموعة من التجهيزات الطبية المتطورة لمستوى المركز الاستشفائي الجامعي بن فليس التهامي. التغطية لتقي الدين من قريشي. اليوم بعد اللي الحمد لله رصدت عملية تفوق 9 مليار سنتيم من أجل اقتناء هذه التجهيزات، نشوف باللي إن شاء الله هذه تكون في صالح المرضى وفي صالح كل اللي جو يقصدوا مصلحة استعجالات على مستوى المستشفى المركزي الجامعي باتنا. اليوم أشرف السيد والي على وضع حيز خدمة العديد من التجهيزات الطبية الخاصة بمصلحة الأشعة. أولا افتتاح وحدة جديدة للأشعة على مستوى مصلحة الاستعجال الطبية الجراحية اللي فيها جهاز سكانر اللي قدرة تاعو 16 باريت، وكذلك عنده عدة ملتي كوب، وكذلك طاولة تاع الأشعة، بالإضافة إلى جهاز تاع الكشف بالصدى اللي هو ليكوغراف. وكذلك بالنسبة للمصلحة المركزية لكل مستشفى هو جهاز كشف عن سرطان الثدي اللي هو الماموغراف، وهذا ما يسمح لنا باش نحسنوا الخدمات الصحيه اكثر بالنسبه للوافدين لهذه المصلحه اللي توليها الدوله اهميه خاصه الاستعجالات الطبيه الجراحيه. شفتوا منذ مده السنه الماضيه فتحنا مستشفى متخصص في الاستعجالات اللي يعتبر من بين المستشفيات المهمه على المستوى الوطني، ورانا نقدموا خدمه اكثر لانه هي المراه تاع القطاع هي الاستعجالات الطبيه الجراحيه. هذه التجهيزات هذه من شانها انها تحسن الخدمات الصحية وتقديم خدمات صحية للمواطنين خاصة الموافدين على هذه المصلحة الاستعجالات. إلى موضوع آخر، شهدت كلية العلوم قسم الكيمياء بالقطب الجامعي محمد بوذياف بولاية المسيلة يوما دراسيا حول الهيدروجين الأخضر، الآفاق والتحديات. هذا بإشراف مدير الجامعة البروفيسور بودلاعة عمار ومن تأطير أساتذة مختصين في المجال. فعالية اليوم الدراسي حضرته السلطات المحلية المدنية والأمنية وكذا أساتذة وباحثين في طلب الكيمياء. التغطية للعويجي جلول. كان إذن بمشاركة الخبراء من جامعة الأغواط ومراكز البحث وخاصة بالطاقات المتجددة، وهو يوم دراسي هام بالنسبة لبلادنا لأنه يدخل في توجيهات السيد الرئيس بالنسبة لتنويع الطاقات وخاصة الطاقات المتجددة. كما تعلمون هذه الطاقة البديلة عندها كثير من التحديات والكثير من الصعوبات. احنا ارتأينا بدعوة زملاء الأساتذة المختصين من جامعات أخرى وكذا بالعمل مع الأساتذة على مستوى جامعة المسيلة على البحث في هذا الجانب من أجل تطوير مسارات بيداغوجية ماستر في الهيدروجين الأخضر على مستوى جامعة المسيلة، وكذلك تطوير مشاريع البحث الوطنية التي أطلقتها الوزارة وما يسمى بالبي ان ار في هذا المجال. هذا يعتبر جزء من ورقة الطريقة التي أعلنتها وزارة الطاقة يوم أمس التي تدخل في سياسة رئيس الجمهورية، وإن شاء الله تكون هذه البداية من جامعة المسيلة. فالجزائر تمتلك كل المؤهلات التي تجعلها أن تستثمر بامتياز في مجال الهيدروجين الأخضر، يعني رائدة في مجال الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، وهذا يعني لتأمين مستقبلها الطاقوي في الإقليم وفي العالم.
نظمت مديرية الحماية المدنية لولاية ليمسان حملة تحسيسية للوقاية من خطر تسرب أحادي أكسيد الكربون، أين لقيت الحملة استحسان الجهاز التربوي وكذا التلاميذ؟ تفاصيل أكثر نتابعها في تغطية فريد عسكر. في إطار البرنامج المفطر من طرف المديرية العامة للحماية المدنية عبر كامل ولايات الوطن، بشرت مديرية الحماية المدنية ولاية تلمسان بالتنسيق مع مديرية التربية بالقيام باليوم التحسيسي الخاص بالوقاية من أخطار أحادي أكسيد الكربون، هذا الأخير الذي بات يحصد الكثير من الأرواح نتيجة عدم التقيد بالإجراءات الوقائية من طرف الأفراد والمواطنين. إذن وقد سمنت هذه الحملة التحسيسية وهذا اليوم التحسيسي بمناورة تحاكي موضوعها اختناق شخصين تلميذين بقسم بمؤسسة تربوية. إذن وقد قمنا بالإسعافات اللازمة والواجب القيام بها بحضور طبيب الحماية المدنية والطاقم الخاص بالحماية المدنية من أجل الإسعاف. لقيت هذه المبادرة استحسانا كبيرا من طرف مستخدمي المؤسسة التربوية وكذلك المتمدرسين. في إطار الحملة الوطنية التحسيسية حول محاربة ظاهرة التحايل في الحصول على الأداءات تحت شعار الحفاظ على ديمومة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي مسؤوليتنا جميعا، أعدت الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بسيدي بالعباس برنامجا ثريا موجها بالدرجة الأولى لفائدة مستعملي الصندوق حول ظاهرة الغش في الحصول على أداءات الضمان الاجتماعي. تفاصيل أكثر نتابعها في تغطية هاشمي نحسن. لرزنامة النشاطات الاتصالية الخاصة بالحملة الإعلامية والتحسيسية حول التصدي لظاهرة الغش في الحصول على أداءات الضمان الاجتماعي، والتي هذه الحملة الإعلامية اللي كانت الانطلاقة تاعها من تاريخ 15 نوفمبر وهي متواصلة إلى غاية 7 مارس 2024. في ما يخص هذه الرزنامة، اليوم يقدم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لعمال الأجراء من تاريخ 4 فبراير إلى غاية 15 فبراير من الشهر من السنة الجارية أبواب مفتوحة على مستوى مقر الوكالة، على أن يتم أيضا تنظيمها على مستوى مراكز التابعة للصندوق. هذه الحملة الإعلامية التحسيسية تخص فئة مهني الصحة من صيادلة وأطباء الأطباء وإلى جانب عيادات تصفية الدم وعيادات جراحة القلب أيضا وكل المهنيين الصحيين المتعاقدين مع الصندوق إلى جانب المؤمنين الاجتماعيين وذوي الحقوق. هذه الحملة الإعلامية الفائدة منها وهي إعلام المؤمنين بعواقب الغش في استعمال بطاقة الشفاء، وأيضا فيما يخص أيضا تحسيسهم حول حقوقهم والتزاماتهم إزاء الضمان الاجتماعي، إلى جانب دعوتهم إلى الاستعمال العقلاني لبطاقة الشفاء وعدم تركها في متناول الغير بأي شكل من الأشكال. أشرف والي ولاية المغير على إعطاء إشارة القافلة التضامنية التي تمس جميع المناطق النائية الخاصة بالولاية. العملية تأتي في إطار تجسيد العمليات التضامنية الخاصة بقطاع النشاط الاجتماعي وسلسلة المساعدات التضامنية التي تقدمها الولاية. مبروك دفعة والمزيد. هذه العملية تدخل في إطار العمليات التضامنية، ولا سيما هذه القافلة اليوم فيها مساعدات عينية، فيها أجهزة طبية، فيها كراسي متحركة، هذه ستجوب المناطق النائية. إطار العمل الميداني الجواري التضامني الذي يمس المناطق النائية، ارتأت مديرية النشاط الاجتماعي تحت إشراف السيد والي الولاية بتنظيم قافلة تضامنية تتجه إلى المناطق النائية في كل من دائرة المغير، يتم التكفل بالعائلات المعوزة والمسنين، تقديم يد المساعدة من أجل شتاء دافئ. كذلك تعمل الدولة من أجل تكفل أمثل بهذه الفئة والوصول إلى أبعد نقطة نائية من أجل تحسيسهم بأن هناك اهتمام من السلطات والحكومة الجزائر أنها وفرت كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل الإحاطة بكل احتياجاتهم وتقديم يد المساعدة في إطارها القانوني.
إلى سياق مغاير، تمكن أمن ولاية المسيلة من توقيف 4 أشخاص وحجز 6000 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ميلي غرام، بالإضافة إلى مبلغ قدره 47,000 دينار جزائري يعتبر من عائدات ترويج هذه المهلوسات. العويجي جلول مجدد. مع عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية المسيلة من توقيف 4 أشخاص وحجز 6000 كبسولة مهلوسة من نوع بريكابالين 300 ميلي غرام، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 47,000 دينار جزائري يعتبر من عائدات ترويج هذه المهلوسات. وقائع القضية تعود إلى تحريات ذات المصلحة حول قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المؤثرات العقلية بقطاع الاختصاص بمدينة بوسعادة، وعليه تم إعداد خطة عمل ونصب كمين محكم مكن فريق التحقيق من توقيف المشتبه فيهم الأربعة وحجز الكمية المذكورة من المؤثرات العقلية التي كانت منقولة من طرف أحدهم على متن دراجة نارية. في الشأن الدولي، أعلنت السلطات الصحية في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 27,585 شهيد و 66,978 مصابا. وحسب وكالة وفا الفلسطينية بأن الاحتلال الصهيوني ارتكب 12 مجزرة راح ضحيتها 107 شهيد و 143 جريحة. وبولاية الجلفة، إن انطلقت قافلة تحسيسية لمخاطر إدمان المخدرات في الوسط الجامعي بولاية الجلفة. الحملة لقت استحسانا واسعا من طرف طلبة جامعة الشهيد زيان عاشور. تفاصيل أكثر نتابعها في تغطية شفيق تومي. تحسيس الطلبة هو تحسيس الأسر وتحسيس المجتمع. هذه الحملة التحسيسية التي ستدوم عدة أيام على مستوى مختلف أقطاب الجامعة والأحياء الجامعية، يعني كانت بمشاركة عدة شركاء: الهلال الأحمر الجزائري، الأمن الوطني، الحماية المدنية، والأسرة الجامعية ممثلة في نواديها العلمية من طلبة، وأيضا مركز المساعدة النفسية. فشكرا لكل من ساعدنا على يعني انطلاق هذه الأيام. المنبر حاب نوجه نداء خاصة للطلبة اللي هم مستقبل البلاد، وقف فوري أو على الأقل حد من هذه الظاهرة، وهي تفشي ظاهرة المخدرات. أذكرنا إحنا في نادي تاعنا بشكل معرض، أذكرنا عدة أمور من بينها الأنواع تاع المخدرات، كيف تأثر على الجسم والنفس، وكيف كذلك الجانب الديني كيف يقول على هذا الأمر. الحملة التحسيسية ليست الأولى والأخيرة في ولاية الجلفة، وإنما الإدمان والمخدرات وطرق معالجتها مستقبلا. بالطلبة وإعطائهم توصيات حول الوقاية من تعاطي المخدرات، وأيضا تعريفهم على كيفية تقديم إسعافات الأولية في حالة ما يكون ضحايا لجرعات زائدة. نطلب من الشباب إن شاء الله تكون هذه الظواهر التوعوية إن شاء الله تكون لها تأثير إيجابي في وسط الطلبة، ومن حيث أنه الطلبة يوصلوا إن شاء الله للمجتمع تاعنا. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى طي أوراق نشرتنا لنهاري اليوم. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة.